إلى المجتمع العربي، إلى إخواننا الإسلاميين، يا رب بسم الله الرحمن الرحيم، نحن الآن في قلب الغوطة الشرقية، جميع البلدات، الغوطة الشرقية اليوم مجازر في كل البلدات، أطفال تملأ الطبيات، أغلب الطبيات وقفت اليوم، حبينا اليوم وقف وقفة احتجاجية تضامنا مع إخواننا أيضا مبارح في خان شيحون مجزرة كيماوي، قتلت أطفال عديدة، 100 شهيد و400 إصابة في خان شيحون، واليوم عندنا الغوطة الشرقية إلى الآن تحت الأنقاض أطفالنا في الغوطة الشرقية، في مدن عديدة صقبة، حمورية، عربين، جسرين، جميع البلدات نكبت. وفي أكثر الطبيات موجودة عندنا في الغوطة الشرقية خرجت عن الخدمة. وقفنا اليوم وقفة احتجاجية لنوصل صوتنا للعالم كله، وحبينا نشارك معنا المكتب الإعلامي ليوصل، نقول له صورنا ووصل صوتنا وصورتنا الموجودة بالغوطة الشرقية للعالم كله، وخاصة المجتمع العربي والأمة الإسلامية بكل أنحاء العالم.